السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الخامس العلمي الأحيائي. اليوم رح نتابع بتمارين 6-3 بالصفحة 151، تمارين المشتقات. السؤال الأول عم بيقول لي جد واي فتحة لكل من التوابع أو الدوال التالي. عندنا الدالة الأولى واي بتساوي ساين بين قوسين 5 ناقص اكس تكعيب. طبعا عندي الواي فتحة هون تساوي مشتق الدالة ضرب مشتق الزاوية. مشتق الساين هو كوساين، نحط الزاوية نفسها 5 ناقص اكس 3 ضرب مشتق الزاوية، هاي الزاوية. شو مشتق الخمسة؟ صفر. نحط الناقص، مشتق الاكس مكعب، بننزل الأس ونطرح منه واحد، بصير 3x مربع. إذا صار عندي y فتحة تساوي ناقص 3x مربع كوساين الخمسة ناقص x أس 3. التمرين الثاني y تساوي x ضرب secant x تربيع. هون عندي جدا دالتين، إذا هون في عندي قانون مشتق حاصل جدا دالتين يساوي الدالة الأولى ضرب مشتق الدالة الثاني زائد الدالة الثاني ضرب مشتق الأولى. إذا صار واي فتحة يساوي الدالة الأولى إكس ضرب مشتق سيكانت إكس تربيع. طبعا السيكانت شو مشتقة؟ هو سيكانت ضرب تانج ضرب مشتق الزاوية. إذا سيكانت إكس تربيع ضرب تانج إكس تربيع ضرب مشتق هاي الزاوية. شو مشتق الإكس مربع؟ 2 إكس. إذا هلا هون الدالة الأولى نزلت إكس مشتق الدالة الثانية هاد، هلا زائد الدالة الثانية اللي هي سيكانت إكس تربيع الدالة الثانية ضرب مشتق الدالة الأولى. الدالة الأولى هي إكس، شو مشتق الإكس؟ واحد. إذا صار عندي سيكانت إكس مربع ضرب واحد بتروح يعني نفسها سيكانت إكس تربيع. هلا لاحظ بين هالحد هاد كله بين الحد هاد شو في مشترك؟ نلاحظ ان المشترك هو سيكانت اكس تربيع، موجود مشترك بنطلع عامل مشترك بالاضافة لضرب. هون عندي اكس وهون في عندي 2 اكس، لان هون عندي كله ضرب جداء، فاضرب اكس ضرب 2 اكس بصير عندي يساوي 2 اكس تربيع ضرب مين المشترك؟ قلنا هون 2x تربيع. طبعا نكتبها كامل بعدين بنطالع العامل المشترك، secant x تربيع ضرب tang x تربيع زائد secant x تربيع، هذا هو العامل المشترك. بنطالع العامل المشترك بيبقى عندي secant x تربيع في 2x مربع في tang x مربع زائد 1، هاد هو الواي فتحة. السؤال الثالث اللي هو واي بيساوي تحت الجذر كوساين 4x زائد 2. الجذر رح نعمله على شكل أس، رح يصير معي كوساين 4x زائد 2 والكل أس 1/2 الداخل على الخارج. الداخل قوته 1 والخارج رتبة الجذر 2. هلا بدنا نطبق قاعدة اشتقاق دالة أس أو دالة مرفوعة إلى أس أو إلى قوة إن. هلا الواي فتحة تساوي بننزل أس نص ضرب هاي تبقى نفسها كوساين 4x زائد 2 والأس بنطرح منه 1 نص ناقص 1 ضرب مشتق هاي اللي داخل القوس. شو مشتق الكوساين؟
ناقص ساين الأربعة إكس زائد اتنين، هذا مشتق النسبي ضرب مشتق الزاوية، الزاوية أربعة إكس، شو مشتق الأربعة إكس؟ أربعة، والاتنين مشتقة صفر، إذن صار عندي بالإصلاح يساوي، هون في عندي نص، هون في عندي هدول راح أضربهم، واحد على اتنين ضرب أربعة بصير عندي أربعة على اتنين، هون في عندي ساين، طبعا في ناقص بنحط الناقص بالأول، ساين الأربعة إكس زائد اتنين، الكل مضروبة فيه، كوساين الأربعة إكس زائد اتنين أس نص ناقص واحد ناقص نص، إذا ويساوي أربعة على اتنين صار اتنين، في قدامها ناقص، خلينا نتابع هون، ساين الأربعة إكس زائد اتنين ضرب، هلا هاي بدها تصير هون في سالب، بدها تنزل لتحت، بدها تصير واحد على كوساين الأربعة إكس زائد اتنين أس نص، طبعا هاي واحد على كوساين أربعة إكس زائد اتنين أس نص، هاي بنسويها جذر، بنحولها إلى جذر، بيروح النص، بصير عندي هون جذر الكوساين أربعة إكس زائد اتنين. إذا المشتق هو ناقص 2 ساين 4 إكس زائد 2 على جذر كوساين 4 إكس زائد 2. الرابع رح نحذف هاد، السؤال الرابع واي بتساوي ساين 3 إكس بكوساين 3 إكس، لاحظوا هون الزاوية نفسها، في عندي قانون أنا أخذته سابقا، ساين اتنين ألفا يساوي اتنين ساين ألفا ضرب كوساين ألفا، إذا هون ساين ضرب كوساين، لاحظوا هون ألفا يعني نص اللي موجود هون، هون اتنين ألفا، فمثلا إذا كانت ألفا هون خمسة، يعني إذا كان عندي ساين خمسة ضرب كوساين خمسة، طبعا هون اتنين، فهي شو حتكون ضعفة، ضعف الخمسة رح تكون ساين عشرة، ساين عشرة، إذا هون إذا قلنا الألفة خمسة معناتها هي بتكون ضعفة، طيب هذا الحكي رح طبقه هون، لأن هون عندي ساين تلاتة إكس كوساين تلاتة إكس، طب كنت تقولوا لي والاتنين وين رحنا فيها؟ هلا هون إذا قسمنا على اتنين، قسمنا الطرفين على اتنين، فرح تروح اتنين مع اتنين، رح يبقى هدول الساين ضرب الكوساين، معناتها الاتنين هي ساين ضعف الزاوية على اتنين، طيب راح نعوض هون، ساين ضعف الزاوية اللي هون، هلا هون تلاتة اكس نضربها باتنين بتصير ستة اكس، هلا هون لازم تنضرب هاي باتنين، معناتها هون نحنا مثل ما قلنا على اتنين، اذا صار واي يساوي ساين ستة اكس على اتنين اللي هي واحد على اتنين ساين ستة اكس، هل هيك صار اشتقاقها سهل، واي فتحة يساوي نترك النص ساين ستة اكس، مشتق الزاوية النسبي ضرب مشتق الزاوية، مشتق الساين كوساين ستة اكس ضرب، شو مشتق الستة اكس النسبي الزاوية عفوا اللي هي هاي ستة اكس، شو مشتقها ستة، اذا صار عندي هلا النص مضروب بستة، فيني اختصر الاثنين مع الستة هون قديش بضل ثلاثة او ستة تقسيم اتنين ثلاثة كوساين ستة اكس، هذا المشتق للسؤال الرابع. هلا عنا التمرين الخامس، رح نعمله على شكل قوة او اس، اذا هذا يساوي هون عندي أنا الجذر التكعيبي ضلت نفسها، هون كوتانج مربع الأربعة إكس، يعني أنا عندي إذا ساين مثلا تربيع اتنين إكس نفسها هاي ساين اتنين إكس والكل كله للتربيع، فإذا كان التربيع هون فوق النسبي أو على القوس نفس الشيء، إذا بصير هون عندي على القوس كله كوتانج الأربعة إكس والكل للتربيع، فهاي بتصير كوتانج الأربعة إكس
الداخل على الخارج، داخل 2 الخارج 3، صار 2 على 3. إذا هذا صار التابع هيك شكله، واي تساوي بين قوسين كوتانج 4 اكس و 2 على 3. هلا المشتق واي فتحة تساوي، بننزل الأس 2 على 3 ضرب، نكتب داخل القوس نفسه كوتانج 4 اكس، نطرح من الأس 1 2 على 3 ناقص 1 ضرب مشتق كوتانج 4 اكس. شو مشتق الكوتانج؟ ناقص كوسيكانت 4 اكس، هذا مشتق النسبي الكوتانج، ضرب مشتق الزاوية 4 اكس. شو مشتق 4 اكس؟ 4 ضرب 4 يساوي. هلا هون لاحظوا عندي ناقص وفي عندي 4، هدول حطهم بالاول، بصير عندي ناقص 2 على 3 ضرب 4 ضرب كوسيكان 4 اكس ضرب. هلا هون في عندي 2 على 3 ناقص 1 كوتانج 4 اكس اس 2 على 3 ناقص 1 بوحد المقامات، 2 على 3 ناقص 1 هي مقام 1، هون 3 وهون 1، بصير عندي 2 ناقص 3 على 3 بصير ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3. هلا هون شو بصير عندي؟ هي مقام 1، البسط البسط والمقام في المقام، بصير ناقص 8 على 3 في كوسيكانت 4 اكس ضرب 1 على، منزل على المقام، بصير 1 على كوتانج 4 اكس، والكل مرفوع للأس 1 على 3. هاي بدنا نعملها جذر، نحولها لجذر، إذا بصير معي ناقص 8 كوسيكان 4 اكس، هدول ضربناهم ببعض لأنه هي مقامة 1، يعني صار البسط بالبسط بالبسط 8 في كوسيكان 4 اكس في الواحد على، ناقص طبعا موجودة هون 3 ضرب 1 3، هذا بده يصير جذر، جذر تكعيبي للكوتانج 4 اكس، هذا هو المشتق المطلوب. التمرين السادس، y يساوي كوسيكانت اس 5 اكس مربع زائد 1، هذا بنكتبه بهالشكل كوسيكانت اكس مربع زائد 1 والكل اس 5. طيب المشتق y فتحة يساوي، رح ننزل الأس، إذا بدي يصير عندي 5 ضرب، نخلي اللي داخل القوس نفسه كوسيكان إكس تربيع زائد 1، 5 ناقص 1 نطرح منه طبعا 5 1 بصير 4 ضرب مشتق اللي داخل القوس الكوسيكان. شو مشتقه؟ ناقص كوسيكان اكس تربيع زائد 1 ضرب كوتانج الاكس تربيع زائد 1 ضرب مشتق الزاوية. شو مشتق الاكس مربع؟ 2 اكس. شو مشتق الواحد؟ 0. سكر القوس. بالاصلاح طبعا هون الأربعة للقوس كله بتصير فوق الكوسيكان، بتصير 5 كوسيكان إكس تربيع زائد 1، طبعا هون الأس 4 للنسبة. هلا هون في عندي ناقص وهون في عندي 2 إكس، هدول فيني خليهم بالبداية، الاتنين إكس بضربها بالخمسة وشو بدها تصير؟ 10. إذن هون بصير 2 إكس ضرب 5 بصير 10 اكس ضرب الكوسيكانت، وهون في الناقص كمان بخليها بالبداية، اذا صار يساوي ناقص 10 اكس كوسيكانت اس 4، الزاوية هي اكس مربع زائد 1 ضرب هون كوسيكانت الاكس مربع زائد 1 هي زاويتها ضرب الكوتانجن الاكس مربع زائد 1. هلا لاحظ هون في كوسيكانت مرفوعة للاس 4، هون كوسيكانت مرفوعة للأس طبعا 1 هون، يعني مثل إذا عندي إكس أس 4 ضرب إكس، فهي شو بتساوي؟ إكس أس 5 ضرب القوى جمعها، لأنه هي مرفوعة للأس 1، فبصير عندي 4 و 1 5، فهون هاي الأربعة
هون واحد، فبتصير معي ناقص 10x ضرب كوسيكان 4 و1 صار 5، والزاوية اكس مربع زائد 1 ضرب كوتانج الاكس مربع زائد 1، وهو المطلوب. التمرين السابع، واي يساوي بين قوسين ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس والكل مرفوع للأس 2. هون عندي الواي فتحة تساوي واي فتحة تساوي مننزل الأس 2 في، خلي داخل القوس نفسه، ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس مرفوع للأس، نطرح منه 1، 2 ناقص 1، 1 ما بنكتبها، ضرب مشتق هدول اللي جوا. نركز هلا، عبارة عن مشتق هاي ناقص مشتق هاي. شو مشتق ساين 3 اكس؟ مشتق النسبة في مشتق الزاوية. مشتق الساين كوساين 3 اكس ضرب شو مشتق ال 3 اكس؟ 3 ناقص هلا كوساين 3 اكس، شو مشتق كوساين الكوساين شو مشتقها؟ ناقص ساين، صير عندي ناقص ساين 3 اكس ضرب 3 اكس شو مشتقها؟ 3. اذا هلا بنصلح، يساوي 2 في ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس ضرب، هون الثلاثة بنحطها قبل، بصير 3 كوساين 3 اكس ناقص بناقص صار زائد، الثلاثة كمان بنحطها قبل، بصير 3 ساين 3 اكس يساوي. هون في عندي 3 عامل مشترك بين هذا الحد وهذا الحد، فحيصير عندي هون رح نكتبها هي 2 في ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس، هون نضرب بثلاثة عامل مشترك، بصير عندي كوساين 3 اكس زائد ساين 3 اكس. هلا شو رأيكم نضرب الثلاثة بالاثنين؟ تمام، بصير عندي 6 في ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس، هون الجمع تبديلي، خليني احط الساين بالاول بعدين الكوساين، صار ساين 3 اكس زائد كوساين 3 اكس. طيب هلا هاي بشو بتذكرني؟ كويس، تذكرني بمطابقة، ساين 3 اكس ناقص كوساين 3 اكس وساين 3 اكس زائد كوساين 3 اكس، لاحظوا نفسهم كأنه اكس او كأنه a ناقص b في a زائد b، فهاي شو؟ a مربع ناقص b مربع، فرق مربعي حدتين، مربع الأول ناقص مربع الثاني. طيب كيف حتصير؟ 6 في ال A ناقص B، تلاحظوا هاي ال A وهي ال B، هاي ال A وهي ال B، راح يصير A للتربيع ناقص B للتربيع، يعني هاي للتربيع ناقص هاي للتربيع، يعني ساين للتربيع ب 3x هاي ربعناها ناقص كوساين للتربيع 3x، ساين مربع 3x ناقص كوساين مربع 3x. طيب كمان هي قانون، احنا اخذنا من قوانين المثلثات كوساين لاتنين الفا او 2a تساوي كوساين مربع الa ناقص ساين مربع الa، كوساين 2a تساوي كوساين مربع الا ناقص ساين مربع الا، يعني الكوساين بالاول بعدين الساين بيناتهم ناقص، بينما هون في عندي انا الساين بالاول، اي اوكي بطالع الناقص لبرا عامل مشترك، فشو حيصير معي؟ ناقص 6 في، هاي بتصير بالاول وهي بتصير بعدها، لانه عندي قاعده، مثلا انا عندي a ناقص b هي نفسها ناقص في b ناقص a، اذا بطالع الناقص عامل مشترك بتتغير الاشارات داخل القوس، يعني هاي بتصير إشارتها سالب وهي بتصير إشارتها موجب. هون نفس الحكي، طلعنا الناقص صارت هاي سالبة وهي موجبة،
فبصير عندي كوساين مربع لثلاثة إكس ناقص ساين مربع لثلاثة إكس. هلأ هاي كوساين مربع ناقص ساين مربع، فالقانون هاد كوساين مربع ناقص ساين مربع هي كوساين مربع ناقص ساين مربع، هون الزاوية 3 إكس، أما هون الزاوية آ، فهو كوساين 2 آ، يعني ضعفي هاي الزاوية، ضعفي الزاوية اللي هون، فهذا شو حيصير؟ ركزوا معي، حيصير ناقص 6 كوساين، ليكو هاي راح أكتبها كوساين، هاي ضعفي اللي هون، اللي هون شو هنون 3 إكس، فهون شو حيصير معنا؟ 6 إكس، كوساين 6 إكس. طيب وين اختفى التربيع؟ لأنه هون بالقانون كوساين 2 آ بيساوي كوساين مربع الآ ناقص ساين مربع الآ. لاحظوا كوساين مربع 3 إكس ناقص ساين مربع 3 إكس، نفس الزاوية 3 إكس 3 إكس، إذا كانت الزوايا مختلفة ما بصير نطبق هذا القانون، إذا هذا قانون. فصار عندي كوساين مربع ناقص ساين مربع هو كوساين ضعفي الزاوية، كوساين الزاوية هي 3 إكس ضعفيها نضرب الثلاثة باثنين بصير ستة إكس، وهي ناقص ستة بقيت نفسها، إذا هذا هو المشتق للدالة المعطاة وهو المطلوب.